لقد تغير مفهوم الأمن مع تغير طبيعة الحروب، حيث أصبحنا نتحدث عن الأمن الهوياتي والأمن المجتمعي والأمن السيبراني. ففي سياق الحروب الجديدة التي يعرفها عالم اليوم، أو ما يصطلح عليها بالحروب الهجينة، يعد الإعلام بكل وسائطه، خاصة منصات التواصل الاجتماعي، أدوات ووسائل أساسية في استراتيجيات صناعة عدم الاستقرار التي تحاول استهداف الهوية الثقافية والحضارية للأمة، وتعمل على إعاقة مسار بناء مستقبلها من خلال طمس الهوية الوطنية وتشويه التاريخ ونشر المعلومات المضللة والتشكيك في الرموز الوطنية. في ظل السياق الجيوسياسي الدولي الراهن الذي يعج بالتهديدات والتحديات، بات لزاما علينا تبني أساليب مجابهة جديدة ومقاربة وطنية منسجمة، تشمل إلى جانب استغلال الوسائل والقدرات العسكرية تعبئة كافة قدراتنا الوطنية في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تواكب التطورات الراهنة وتعزز التلاحم الوطني وتحافظ على الهوية الوطنية الجامعة، وتعمل على نقلها للأجيال القادمة في وعاء جديد ومناسب يعكس ذلك الزخم الثقافي والإرث الحضاري والتاريخي للأمة الجزائرية. ولن يتحقق لنا ذلك إلا من خلال التكيف مع متطلبات العصر والحضور بقوة في العالم الافتراضي، من خلال صناعة محتوى رقمي حافظ للذاكرة الوطنية، غني بالمعلومات المقنعة، ويعزز روح الانتماء للأمة الجزائرية في إطار الوفاء لوصية شهدائنا الأبرار، ومنها بالتحديد وصية الشهيد ديدوش مراد رحمه الله، الذي قال: إذا استشهدنا حافظوا على ذاكرتنا.